ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى أمس السبت بمراكش حفل تدشين متحف إيف سان لوران مراكش. وقامت صاحبة السمو الملكي بجولة بالمتحف شملت المعرض المؤقت جاك ماجوريل والمغرب وقاعة المعرض الدائم إيف سان لوران ومكتبة ورواقة للصور. كما قامت سموها بزيارة المكتبة الخاصة للراحل بيير بيرجي قبل أن تلتحق بصالة العرض، حيث تقدم للسلام على سموها عازف الكمان رونو كابيسون. ويتيح متحف إيف سان لوران المتواجد بالقرب من الحديقة التاريخية ماجوريل ذائعة الصيت إبراز جانب كبير من ثقافة المغرب، حيث يشكل مركزا ثقافيا كفيلا بتسليط الضوء على جانب مهم من ثقافة المملكة.